وينضم إلينا من دبي خبير تقنية المعلومات أيمن عتاني. سيد أيمن أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. 17 عاما منذ تأسيس جوجل، ما أهم الإنجازات التي حققتها خلال هذين العقدين؟ عنصر أساسي من نجاح مؤسسة جوجل خاصة بمحرك البحث تبعولهم إنه هني من أول نهار يعني تركيزهم على الابتكار، فحتى منشوف إنه خاصة بأول فترة الناس اللي عم بيوصفوها عندهم يعني عندهم دكتوراه بمادة معينة، هول الناس يلي عم بيوصفون كانوا بالأول أكثر من المهندسين، لأنه هدف جوجل إنه تشوف في احتياجات معينة لناس مثلا مثل البحث والبريد الإلكتروني والفيديو مثل يوتيوب، ويعملوا نوع من ابتكار للخدمة لتكون فعالة وناس تستعملها. ومحرك البحث اللي بلش من 17 سنة من اليوم بعده لهلأ من أحسن محركات البحث. مؤسسات كتير كبيرة وصغيرة حاولوا إنه يعملوا شيء أحسن منه، بس بعده لهلأ جوجل متفوق عليهم. والإيرادات تبعوا جوجل من محرك البحث والدعايات اللي حوالي محرك البحث بال 14 مليار بالسنة، وهيدي المصاري عم تروح ليعملوا ابتكار بمؤسسات تانية تحت جوجل، مثلا سيارات آلية بالتليفونات، يعني عم يقدروا هالمصاري يحولوها بكذا محل. ومن كم شهر لورا أعادوا هيكلية المؤسسة لحتى يصير كل هالبحوث الجديدة تكون مؤسسة خاصة في إلى مدخولها الخاص. نعم سيد أيمن، يعني تحدثت عن الابتكارات وعن المجالات العديدة التي تدخل فيها جوجل، يعني إذا تحدثنا عن نظام التشغيل أندرويد الذي أيضا ابتكرته جوجل، ما التحديات اليوم التي تواجه جوجل خصوصا مع الخروقات التي تطال أندرويد؟ هلا اندرويد لما طرح كان هو جواب جوجل لحتى يكون لهم دور فعال بالهاتف النقال، خاصة انه نحن كاشخاص باوائل التسعينات كانت كل تركيزنا على الكمبيوتر والديسكتوب، كنا نتصفح الصفحات. الناس كلها نقلت على الهاتف النقال، يعني بنشوف نحن يعني ببلدنا العربية عم يكون في عنا استعمال كتير كبير للهواتف النقالة. ف جوجل لضل لها دور فعال بهالموضوع يعني طرحت اندرويد يلي موجود على تليفونات من مصنعين كتار، وجوجل لها دورها الخاص فيه لانه بتقدر تعرف معلومات معينه يلي بتقدر تساعدها بعدين من شان الدعايات، يلي وين المكان عم نتصفح فيه، شو المعلومات عم نتصفح فيها، بتقدر تعطينا معلومات معينه اذا نحن رايحين من البيت على الشغل فيها تقلنا انه قبل بربع ساعه نمشي بكير لانه في عجقه على الطريق، يعني في قصص آنية عم تقدر تلعبها جوجل لما طرحت أندرويد. طيب سيد أيمن، جوجل تحول من محرك بحث إلى عملاق تكنولوجي سيطر على الحياة الرقمية، ما المحركات والمحفزات التي تدفع جوجل إلى الهيمنة؟ يعني مؤسسات مثل جوجل وغيرها عم تتعلم من مؤسسات تانية كانت مهيمنة بأول التسعينات بعدين فقدت الهيمنة والناس نسيتها. نعم. فعم تتعلم من هالمؤسسات يلي كان عندها هالريادة وبعدين فقدتها، فمنشان هيك اللي عم بيعملوه هني عم بيحاولوا دائما ابتكار، يا ابتكار ذاتي أو عم يشتروا مؤسسات يلي عندها هيدي الابتكار ليضل في لهم دور فعال بكذا موضوع. نشوف إن مؤسسة جوجل إنه عم تحط مصاري بقصص تجريبية لحتى تكون هي من الناس اللي ابتكار فيها لقدام. يعني مثلاً إذا نحنا بدنا نشوف إنه حكينا إحنا كذا مرة معكم على جوجل جلاس ولا كعوينات، تعلموا كتير منه وهلأ عم يطوروا هاي بطريقة تانية، فبطل بس كجوجل جلاس، التقنية والمعلومات من جوجل جلاس صارت موجودة بغير مواضيع بقلب جوجل. نعم سيد أيمن، هنا جوجل يعني استطاعت أن تنافس خصوصا من خلال أندرويد، تستطيع أن تنافس iOS، ولكن هل هي اليوم استطاعت أن تتفوق في هذا المجال خصوصا في مجال الهواتف النقالة والهواتف الرقمية؟
يعني هلا موضوع التفوق بالهواتف الرقمية يعني هو موضوع صعب، لأنه التفوق يعني في تفوق، مثلا مؤسسة أبل عندها تفوق بأمور معينة، ومؤسسة جوجل عندها تفوق بأمور معينة بالهواتف النقالة، وحتى مؤسسة فيسبوك يعني كمان عندها تفوق بأمور معينة بالهاتف النقال. فبس بعض الموضوع منه محسوم كامل، وهالمؤسسات كلها بعد عم تحط كميات هائلة من المصاري والناس لحتى يكون عندها هيدي الهيمنة ويكون كل مردود المالي أكتريته يكون لها. نعم سيد أيمن عيتاني خبير تقنية المعلومات، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.